أعزائي أهلا وسهلا بيكم، يلا بينا على طول نبتدي رحلة جديدة وإن شاء الله تبقى سعيدة. كل واحد فينا بيدور دايما على السعادة في رحلته، ومفيش أسعد إن احنا نقضيها مع أقرب ناس لينا بنحبهم وبيحبونا، أسرتنا الحلوة. وعشان كده كل رحلة معنا أسرتين بنحاول إن احنا نقضي وقت حلو مع بعض، نلعب بقى ونهزر، وإحنا بنلعب وإحنا بنهزر وإحنا بنحكي حواديت وإحنا بنتعلم حاجات كتيرة قوي، بنتعلم إزاي نعرف نبقى أصحاب مع بعض، نعرف نقضي وقت حلو مع بعض ونتبسط مع بعض. النهارده معانا اسرتين حلوين جدا، يلا بينا على طول نتعرف عليهم ونبتدي رحلتنا معاهم ونقول اهلا وسهلا. ايوه كده حماس، ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. نبتدي على طول بقى بيميني ونقول ازاي حضرتك، عرفنا على نفسك، كلنا عندك كام سنه؟ انا مالك اسامه، عندي 8 years old. يا نهار ابيض، 8 years old بحالهم؟ ماشي اوكي، 8 يعني صح؟ ماشي. مالك اخوك الاكبر اسمه؟ اسمي تايم اسامه، عندي 11 سنه. 11 سنه؟ اوكي حلوه قوي. ماما؟ سمر سعيد. سمر سعيد، تشتغلي حضرتك؟ لا، ام فاضله. ربنا معاكي. استاذ اسامه اكيد. اسامه. اكيد. حضرتك تشتغل ايه؟ انا مهندس. مهندس، مهندس ايه بقى؟ انا مهندس كهرباء. عارف يعني ايه مهندس كهرباء انت؟ لا. مش عارف هو بيعمل ايه؟ ماشي هنتعرف. اوكي. هنا بقى عندنا استاذ تايم تاني، صح كده؟ تايم عندك كام سنه؟ عندي 10 years old. 10 years old، 10 يعني. طب احنا عشان نبتدي ايه قبل ما نتلخبطش من اول حلقه كده، انت تايم وانت تايم، انت بيدلعوك في البيت يقول لك ايه؟ تيمو. تيمو، وانت؟ تيتو. تيتو، فاحنا عندنا تيمو وتيتو، حلو كده؟ هنتلخبط لخبطه ان شاء الله خير. استاذه حلا هاني. حلا عامله ايه حلا؟ الحمد لله. انتي مدمازال بقى، عندك كام سنه؟ 11. يا روحي. اوكي مستعده لله؟ يس. ماشي ان شاء الله. ايه بالفتوه. ايه تشتغلي ايه؟ مخرجه. مخرجه؟ اوه. مخرجه ايه بقى بالظبط؟ ايه مخرجه برامج. مخرجه ايه؟ ودراما الاثنين معانا يعني. اهلا وسهلا زميله. طب لا، طب حاولي تتخلصي من التركيز في الاخراج خالص النهارده بالذات. اكيد انا جايه استمتع عشان تعرفي ايه تلعبي وتستمتعي. اوكي اوكي. انا نفسي بتخلص والله عشان العب يعني. يلا بينا. استاذ هاني وجيه. ايوه هاني وجيه. هاني وجيه شغال في مجال الكول سنتر مانجمنت. اوه الو. يا عيني مصدع انت طول الوقت صح؟ بتتكلم بقى في التليفون كتير في البيت برضو؟ لا خالص، ولا في البيت ولا في الشغل ولا اصلا. اوكي. هو ساعات بيسيب التليفون. ساعات بيسيب التليفون؟ ساعات بيسيب التليفون. طب ده خليني اقول لكم الرولز بتاعتنا النهارده، احنا عندنا قواعد في البرنامج ده لازم نلتزم بيها عشان نبتدي رحلتنا، ولازم تبقوا انتم متفقين معايا عليها يا استاذ هاني. اولهم ان احنا مفيش موبايلات خالص طول وقت الرحله، وطول وقت التصوير يا استاذه يا مخرجه، يعني حتى بعد ما بنقول كات ما بنمسكش الموبايلات، اوكي؟ فاهمين ده؟ لما بنلعب اي لعبه، اي لعبه من اللعب اللي عندنا اللي هنلعبها كتير قوي، بنرجع حاجات مكانها، احنا بنرتب مكاننا. بتعملوا كده في البيت ولا لا؟ هنعمل كده النهارده هنا، هنتعلم نلعب بقى النهارده ونرتب كمان حاجتنا، اوكي؟ عندكم للاطفال بقى الحلوين او للشباب بقى عشان انتوا مش اطفال قوي، عندكم وسائل مساعده. اولا في فقره الاسئله هسالكم اسئله وتبقوا انتوا اللي بتجاوبوا عليها، لو ما عرفتوش تجاوبوا ممكن تبقوا بتستدعوا ولي امر، وده يبقى احلى استدعاء ولي امر بقى يساعدوكم يعني، او ان انتوا هتغنوا واحنا هنستحمل، اوكي؟ ولغايه دلوقتي ده ما حصلش، بس ان شاء الله ايه هنشوف هيحصل النهارده ولا لا. اهم حاجه بقى عندنا في الرولز بتاعتنا ان احنا ما بنلعبش بعنف خالص.
متفقين؟ ما بنلعبش بعنف، ما بنزقش، ما بنضربش، ما بنخسرش فنقوم عاملين كده، يعني الحاجات دي بقى بتعملوا الحاجات دي؟ شكلكوا جمال. اه غلابه. طب انا هصدق. وانتوا بيعملوا؟ لا ماما ايه بيعملوا؟ انت بتعملش؟ لا في الكوره بس. في لما مفيش كوره، وان شاء الله حتى في الكوره نبطلك الموضوع ده. اوكي ماشي، هنلعب بقى وتعالوا على طول نتعرف على بعض اكتر ونشوف انتوا عارفين بعض كويس قوي في البيت بتاعكم ولا لا. وربنا يستر. ربنا يستر. استاذ اسامه، ايوه، ايه البيست فريند، يعني اكتر واحد صديق للاستاذ مالك اسمه ايه؟ مالك. اه ما تبصلوش يا مالك، تغش يا استاذ اسامه من اولها. ياسين. ياسين يا مالك. لا ماما عارف. يعقوب. يعقوب ماشي، ماما اللي عارف. برافو ماما. ماما. طيب استاذ هاني، ايه اكتر لعبه تيم بيحب يلعبها؟ جيمز ولا عادي؟ جيمز. جيمز. بابجي. ليه كده يا استاذ؟ فرشور. بابجي. سايبه. سايبه ده يعني عملنا معاه كل حاجه وهو بابجي. لا يا استاذ هاني والله مش هينفع يا تيم، مش هينفع والله. ماشي نتكلم في الموضوع ده في البريك. اوكي، ايه اكتر حاجه تايم بيتخانق معاكي عليها؟ اكتر حاجه انه عايز الموبايل. بجد صح؟ اه اكيد. اه كلنا بنقول اه، انا نفسي بقول اه انا مش قاعده معاكي. دي اكتر خناقه. اوكي، ايه اكتر صفه بتميز حلا بين صحابها وبيحبوها عشانها؟ إيه عندها شخصيه قويه. طب بجد؟ صحابك انت مسيطره. شخصيتي مسيطره لوحدها. اوكي طيب قول لي، ايه اكتر حاجه بابا بيتخانق فيها مع صحابه؟ ان هم مش بيخلوهم، لو هم مش بيخلوهم هو يكسب. يكسب في ايه؟ في كل الالعاب. بابا. بابا بيلعب ايه؟ بيلعب ايه مع صحابه؟ فيفا. فيفا ده احنا وبتتخانق مع صحابك على فيفا؟ عشان عمري ما كسبت. ان شاء الله. عشان عمرك ان شاء الله النهارده تحاول تكسب باذن الله. اوكي، ايه اكتر صفة انت طالع شبه ماما فيها؟ ماما؟ ايه؟ انا وانت زي بعض في ايه يعني؟ انت شبهها في ايه؟ صيرين. صيرين. هنسكيب الاجابة. بقول صفة، صفة دي من دي، صفة دي بتبقى حاجة في الشخصية، انما قصيرين دي حاجة في الشكل. بنقول لك اتبخت. يا سلام، حاجة جميلة جدا، قمة التأثير الإيجابي الحقيقة. أوكي طيب تيمو، قول لي إيه أكتر حاجة ماما دايما بتقول لك تبعد عنها في أصحابك؟ ما أضربش مع أصحابي. حذر من قبل. ضربوا بعض. أه جامد أوي. ضربوا بعض جامد أوي. أه أوكي. طب وأنت بتعمل إيه بقى؟ بتدافع عن نفسك. برافو ماما. أوكي، آخر سؤال بقى للأستاذة حلا، قولي لي مين أكتر حد بابا بيكلمه في التليفون بالساعات؟ مدرستي. يعني تمام، تحال مديرته الحقيقة. الشغل يعني اعمل ايه يعني؟ صحيح صحيح، بابا يعني بيعمل ايه يعني؟ الشغل، احنا عارفين هو الشغل طبعا صح؟ لا شغل. اه طب الحمد لله ماشي. اوكي طيب تعالوا بقى على طول نسخن كده واحنا واقفين ونخش على اول حاجة واول تشالنج وهي الاسئلة، ونعرف معلوماتكم العامة ومذاكرتكم عاملة ايه. اوكي عندنا ثلاث مراحل، انا مين او انا ايه، وعندنا صح وغلط، وعندنا اختيارات. انا مين الاسره كلها بتجاوب الاسرع، صح وغلط الاطفال والاختيارات الاطفال بس، وعندكم الوسائل المساعده اللي انا قلت لسه قايلها لكم. اوكي جاهزين؟ اه ولا ايه؟ اه ماشي. طب يلا بينا. انا مين؟ السؤال للاسره دي، زعيم مصري صاحب مقوله لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا. مصطفى كامل. برافو. السؤال للاسره دي، قائد ثورة 1919. سعد زغلول. اه بس انتوا ما خدتوهاش في ايه؟ دي سهلة قوي. ساكتين ليه؟ لا مفيش تاريخ؟ ماشي اوكي. السؤال الأسرة دي، أنا تمثال الحرية، أين موقعي؟ نيويورك. فين؟ اه نيويورك. أمريكا. برافو نيويورك. ماشي. السؤال الأسرة دي، أنا برج إيفل، أين موقعي؟ فرنسا. باريس. برافو يا ولد. ماشي. السؤال الأسرة دي، أنا الحاصل على دوري أبطال إفريقيا 10 مرات. حسام حسن. لا يعني فريق. 10 مرات. فريق إيه؟ الأهلي. اه ماشي اوكي. السؤال ده سهل. السؤال ده سهل. اه شكلك مش أهلاوي. انا صعبه. عرفت بقى، عرفت ليه قتلت يا عيني. اوكي السؤال للأسرة دي، أنا الفائز بكأس مصر 28 مرة، فريق إيه؟ أكيد الأهلي برضه. لا مش أكيد.
الاهلي الزمالك طيب الزمالك ولا اه والله الزمالك الزمالك معلش اه عادي بتحصل يعني مش مصدقين ليه انتوا اهلاويه اه عشان كده وانتوا زملكاويه اهلاويه اهلاويه اه بابا يا حبيبي في الفيفا وفي الكوره يلا طيب اول حاجه خالص عندنا مهمه اولى وعمياني كده من غير ما تعرفوا ايه المهمه اللي احنا داخلين عليها هتختاروا حد من الاسره دي ومن الاسره دي مين بسرعه اوريدي ستدي جو هتنط جوه البول ده البول ده فيه كور زي ما انتوا شايفين كده صفرة واورنج وحمراء بس فيه كوره كبيره بتاعت هاندبول لونها ازرق اللي هيعرف يجيب الكوره الاول هو اللي فريقه هيكسب جاهزين تشجعوهم يلا جاهزين في اول تحدي وكده طب يلا ريدي ستدي اقفوا مكانكو جو ايوه بقى عندنا تايم وعندنا مالك مين هيوصل الكوره الاول مالوكي ولا تيمو مالك ولا تايم ولا مالك مين هيوصل الكوره الاول في بوكس مليء من الكور الملونه بس في كوره زرقاء كبيره اللي هيوصل لها الاول فريق هيوصل دوكا ما فيش حد هنا ليه ما حد يجي هنا شويه كده يمكن دور ايوه بصوا كده يا حبايبي مش باينين يا تيتو ايوه ايوه في حد ده قربت ولا ايه ولا مالك قرب ولا تايم يا حبيبي مش لاقي حاجه مالك بقى في سكوت وتركيز يلا يا لوكا واصرار وتحدي والله مركز انا بقول لك انه مركز يلا يا عيني من اللي عليه وزياده لدرجه ان انا مش شايفاهم انا مش انتوا فين نار ابيض فين الكوره تيتو تيتو مالك تيتو مالك تيتو تيتو حد هيطلع لا دي رجلين حد اوكي في كوره والله في كوره هنيجي بكره احنا بقى انا ايه مين حلوه النطه دي حرف مالوكا اللي جاب الكوره الاول وكده الاسره بتاعت مالك كسبت بسرعه يلا نطلع برافو والله بس برافو مجهود تشكر عليه برافو تيمو ايوه تمام طب يلا نرجع نكمل اسئلتنا تاني برافو كسب في المهمه الاولى نبتدي على طول بقى في الاسئله الثانيه بتاعتنا اللي بيرد عليها مالك وتيم وتيم وحلق بس عندكم وسائل مساعده اوكي فاكرين ولا افكركم بيها لا فاكرين استدعاء ولي امر هتسالوا بابا او ماما مره واحده او هتغني اوكي ماشي صح ولا غلط الاسره دي احمد عز اطلق عليه لقب امبراطور السينما المصريه صح ولا غلط غلط برافو عارف مين صعبة شوية ماشي هو أحمد زكي يلا تدور أعمال محمد هنيدي في إطار كوميدي صح ولا غلط؟ صح برافو طيب السؤال هنا الخلية العصبية هي وحدة بناء الجهاز العصبي في جسم الإنسان صح ولا غلط؟ صح برافو أوكي طيب السؤال الأسرة دي الرئة عضو في جسم الإنسان تعمل على ضخ الدم صح ولا غلط؟ غلط أمال إيه؟ القلب. برافو ايه الحلاوه دي عشان مذاكرين والله مذاكرين وشاطرين طيب بما انكم حلوين وطعمين كده تعالوا نخش على المهمه الثانيه اختاروا حد ايوه نطوا كده حضرتك اقف عند الفريق الاصفر بتاعك ايوه اه المفروض ان انتوا بصوا شايفين كده ايه دي واحده دي ثانيه دي الثالثه لحد ما توصلوا هنشوف مين فيكم هيوصل اسرع من غير ما يقع زي احنا لازم ننط واحنا بنروح كده انتوا لازم تعدوا من الاقماع دي وبعدين تيجوا تعدوا من الاقماع دي وبعدين تيجوا تعدوا من الاقماع دي لحد ما توصلوا بين الاقماع الاخير اوكي جاهزين ريدي ستادي اند جو برافو 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 ارجعي تاني ارجعي تاني يا مروه نايمي
هالة كذبت. برافو هالة والله. بعد بقى البهدلة اللي حصلت في المهمة التانية، بس برافو عليكم مالك وحلولة. تعالوا بقى على طول نخش على الاختيارات. جاهزين؟ برضو الصغيرين بس اللي هيجاوبوا، وافكركم ان انتوا عندكم وسائل مساعدة. السؤال للأسرة دي الأول. يلا هنا. صناعة الفخار من الصناعات البسيطة ولا الصناعات اليدوية ولا الصناعات الحديثة؟ فخار الحديثة؟ لا هي اليدوية، بس يا ماما احنا سامعينك كلنا، فاهمة؟ تحاوليش تعملي حركات دي. ماشي اوكي. الأسرة دي يلا بينا. صناعة الآلات من الصناعات الحديثة ولا الصناعات البسيطة ولا الصناعات اليدوية؟ حديثة. برايس ذاكروا انتوا بتذاكروا. اوكي ماشي، نركز في السؤال، نركز يا فيومي. اللون اللي بنحصل عليه عند مزج اللونين الأبيض والأحمر بيطلع وردي اللي هو بينك ولا أصفر ولا أخضر؟ بينك. أيوة أمال إيه؟ ماشي هنا بقى. اللون اللي بنحصل عليه عند مزج اللونين الأزرق والأصفر هل هو الأحمر البنفسجي اللي هو الموف ولا الأخضر؟ بيربل اللي هو البنفسجي. بيربل اللي هو البنفسجي. لا الأخضر. الأخضر؟ أزرق وأصفر يطلعوا أخضر. طول عمرها معروفة، طول عمرها كده. ماشي اوكي هنا. ايه هو الشيء اللي بيصيح صرخ عند لمسه؟ الجرس الحيوان الماء؟ يعني حيوان عند لمسه. حيوان ليه؟ انت عملت له حاجة ده لو عضيته، بس هو الجرس ان شاء الله. اوكي ماشي. شيء يرى وليس له عيون، ايه هو الشيء ده؟ انبوب المسمار المرآة؟ المرآة. برافو. طيب بكده نبقى خلصنا اسئلتنا المفروض انها سهله جدا جدا، وسخنا شويه عشان نخش على اللي بعده. واللي بعده ده احلى حاجه انا بحب اتفرج عليها بصراحه من بعيد كده اهو. هنروح على لعبه التوازن. يلا بينا نرجع لكم تاني على طول. جينا بقى الفقرة التوازن، الفقرة المفضلة لدي، وانا قاعدة في وسط الكورة عشان اقعد احدف عليهم كور ونشوف مين هيعرف يكمل بتوازن وهو بيعدي الحواجز دي. انتوا جاهزين؟ جاهزين. كله جاهز؟ اه. كله هيلعب ولا في ناس مش هتلعب؟ هلا. ايه حاسة ان انت مش هتلعبي ولا ايه؟ خايفة. خايفة؟ ولا ولا نجرب؟ هنشوف. هنشوف عادي يعني؟ لا ولا ايه؟ خايفة؟ في مشاكل صحية طيب؟ في مشاكل صحية. اوكي خلينا نعتبر مشاكل صحية. طب هنختار حد من الكبار هنا وحد من الكبار هنا. حلو كده؟ تمام. عشان نبقى فير؟ ماشي. شوفوا بقى تختاروا مين من الأسرة دي، بس هنبتدي على طول بقى إيه بالصغنن بتاعنا. تعالى يا أستاذ ملوكي. بص بقى يا أستاذ مال، حضرتك هتعدي التوازن ده اللي هي ده وتعدي من فوق الإقماع، ومش المفروض إن أنت توقع ولا أقمع، وأنا هقعد أرمي عليك كور ونشوف هتقع ولا لأ. ماشي؟ ناس. جاهز؟ يلا وانتوا جاهزين؟ جاهزين. يلا نهار ابيض، شكله هيقع من اول حاجه. شكله كده، شكله هيقع الام، شكله هو اللي هيقع، شكله هو اللي يلا ايه 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 الكور اللي من كل حته دي؟ الكور حس الله على التركيز يا ملوك، الله على التركيز يا ملوك، الله الله اكبر. يلا يلا يا ماشي. ادي اول واحد وقع من الاسره الاولى، نشوف الثاني هيعمل ايه. بسم الله بسم الله. يلا بينا. الله الله الله. هتقع اهو، هتقع هتقع الام، هتقع هتقع. ايه ده 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 ده. برافو. تعالى رايح فين؟ هترجع تاني يا حبيبي. وانا لا هترجع من هنا، ارجع ما قلتلكش. انت فاكرها سهله كده. يلا بينا. الله 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 الله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ امي ولا كوره ولا ايه؟ ولا هنقع احنا ولا ايه؟ ولا هنوقع ايه بس؟ هنوقع ايه بالظبط يا تيمو؟ يا نهار ابيض يا تيمو. تيمو اول واحد عدى بسلام وامان. يلا يا حلوله. ايوه يا حلا. امال ايه؟ اتفضلي. ايوه عرفتي تعملي ايه؟ اما نشوف. ايه ده 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 ايه ده. بصي بصي الكره دي، بصي الكره دي، بصي الكره دي، بصي الكره دي، بصي الكره دي. حسب ايه ده
كل حته كور، كل حته كور، كل حته كور، ولكن هي مركزه. لا لا، تركيز مش طبيعي، ثبات انفعالي وهدوء. برافو برافو برافو. هنشوف هنرجع ازاي. ويلا بينا. يلا 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 يا حميمي، ركز يلا. الله الله على التركيز، الله على الاتزان، الله على الهدوء. هدوء هدوء. وكور بتتحجب علينا من كل حته، من كل حته. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الشطاره دي والحلاوه دي؟ حلقه الف التعدي بسلام وامان. يلا يا سيمو تعالالي تعالالي. يلا كده الاسرتين عدوا وفي السلام والامان. لازم انت تلحق اخوك. يلا يلا سيمو. ايه ده ايه ده إيه ده؟ انت خايف ولا ايه؟ خافش، ما تخافش ما تخافش. ايه ده انت خايف؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض. يلا عدي 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 عدي، مش عايزك تخاف خالص. ولا الله 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 الله. حاول تمشي بخط مستقيم مستقيم، يعني اعدل جسمك بعد ما تعدي. اعدل جسمك ويلا بينا عدي عدي. بص عدي كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو. عدي بوشك عدي بوشك يا تيم. ايوه عدي بوشك يا تيم عدي بوشك يا تيم. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هتقع ولا ايه؟ هتقع ولا ايه؟ هنقع ولا ايه؟ شكلنا هنقع شكلنا هنقع. يلا يا تيمو، فاضلك واحدة يا تيمو. عدي بوشك يا تيمو، بتخم يا تيمو. يلا يا تيمو واحدة بس. برافو برافو يا تيمو. الحمد لله عدى. يلا حبيبي يلا بقى يلا يلا و يلا. الله 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 الله. هيقع الأمة، هيقع 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 هيقع. طب كمل يلا، ما توقفش ما توقفش وانا برمي الكور، ما توقفش وانا ما ترمى، ما توقفش كده. بص 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 بص. اي سوري حبيبي. يلا كمل كمل يا عيني على التركيز يا عيني يا حبيبي. هنوقع الامه ولا ايه؟ هنوقع. كده تيمو ومالك وقعوا الاثنين. اما نشوف بابا علشان هو ايه بقى الامل في بابا. ماما مش هتلعب اصلا. يلا يا بابا. برافو يا تيمو. يلا يا بابا. ايه يا بابا ايه ده؟ احنا ما بنكسبش في كل الالعاب بس ممكن نكسب في دي. توازن يعني، توازن وكده احنا متوازنين. لا ده استنى بقى، انتوا طوال قوي. يلا احنا زي الفل، احنا زي الفل فعلا حضرتك يا استاذ. يلا يلا استاذ هاني. انا هو اصلا لا 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 هو لا 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 قبل ما اطلع. ايه الثبات ده؟ لا لا ما نعملش كده بقى. نعمل ايه واحنا ايوه واحنا عادلين جسمنا كده والكور بتحدف علينا كده. وممكن تعمل كده وممكن تعمل كده. الله 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 الله. ما ولا كاني بعمل اي حاجه. مش ممكن يا جماعه، توازن مش طبيعي، اصرار وتحدي علشان ننجح ونعدي من اسرتنا باسرتنا. هنعدي باسرتنا، هنعدي ولا مش هنعدي يا جماعه؟ هل بابا هيقع برضه ولا لا؟ عدى بس لسه. يلا يا بابا يلا يا بابا بقى يلا بقى يا بابا بقى يلا بقى يا بابا بقى. ده ايه ده بقى ده؟ ايه ده بقى ده يا بابا ده؟ عدي بقى بخط مستقيم يا بابا بقى. بلاش بقى الحركات دي يا بابا بقى. ماشي يا بابا ماشي، عشان بابا يكسب في لعبه. ماشي يا اولاد. يلا يلا برافو. عدى بابا. مين عندكم هيلعب بابا ولا ماما؟ يلا ماما. يلا يا ماما عشان تقع. عامة انتوا اصلا كده كده الاثنين اللي عندكم عدوا، فانتوا كده كده يعني ايه؟ كسبانين كسبانين. بس اهو يلا نشوف ماما تعمل ايه ويبقى تحصيل حاصل. هل بابا قدام طفلين ولا ماما والطفلين هيعدوا بسلام وامان؟ يلا بقى يلا بقى. بصي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الله الله الله. ايه ده 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 ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ يا نهار ابيض على الهدوء، ثبات انفعالي مش طبيعي والله. وشطاره حلاوه طعام وسرعه كمان. يا سلام. يلا تعرفي تمسكي الكره كده؟ تعرفي ولا ما تعرفيش؟ لا 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 تعرفي. امسكي كده امسكي كده. هزيه هزيه. والله برافو برافو ماما. بس كده برضو الفريق ده كله كسب، كله لعب وكله عدى، فشاطرين جدا 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 جدا. يلا بينا نروح على الفي ار. يلا بينا نروح على الفي ار. يلا بينا. جينا
بينا بقى لفقرة الفي ار، ودي اكتر فقرة طبعا بيستمتع بيها الولاد، عارفين كده كده، وعشان كده عاملين حسابنا في الرحلة دي ان يبقى عندنا حاجة زي الفي ار والبلاي ستيشن. في ار لعبت قبل كده في ار يا تيمو؟ اه بجد؟ ولعبت اللعبة دي قبل كده؟ اه اه. عارف المفروض تعمل ايه؟ اه تخبط اكبر عدد من الزهر، وفي نفس الوقت لو جت بلوكات تبقى بتهرب منها عشان لو خبطت فيك هتخسر. اوكي؟ اوكي. Stand in the center and put the sabers into these rings to start. Go! أيوة. أكبر عدد لو أنت طولت بلوكس بتخسر نقط. برافو. برافو. تشجيعات قوية جدا لتيمو. بابا بابا بيشجع تيمو. أيوة وقت يا تيمو. برافو. أيوة. أيوة. بيوتروك بقى ولا بيشجعوك؟ مش عارفة. تيمو. طب الروح الرياضية إيه طيب؟ طب إيه؟ لا لا برافو تيمو. برافو تيمو. بيحاولوا يكسروك ويأثروا عليك. بس هم أصحابك وبيحبوك عادي. برافو يا تيمو على التركيز. أوعى يا تيمو. أوعى يا تيمو حاسس. برافو يا تيمو. حاسس إن في وقت. برافو. ما تحسش يا تيمو. الشر ده. يلا إيه الشر ده؟ احنا هنا عندنا خير بس. ارجع يا تيمو. ارجع يا تيمو لورا. يلا يلا برافو. يلا برافو. ارجع يا تيمو ما تتلخش قدام. برافو. ايوه ايوه شاطر تيمو. والله شاطر بجد. اداء عالي جدا من تيمو. تركيز. وانا ملاحظه في تيمو ان هو من الاطفال او الشخصيات اللي بيركزوا جدا جدا وما بيأثرش في اي حاجه حتى لو انا جيت عملت كده لورا كده. ايوه برافو. يا نهار ابيض انتوا بتطردوا ولا ايه؟ اوه ده كسبت شكل. ده كسب يا جماعه. برافو تيمو. يلا مين هيلعب في التاني؟ يلا يجي بسرعه. يا بنت حاله حاله. هنعمل ستارت. اوكي جاهزه؟ يلا يا حاله. Stand in the center and put the sabers into these rings to start. فهل ده معناه ان هي متوفره مثلا لا سمح الله؟ يلا هتعرف تعدي. طيب مش عارفين؟ اه شفتوا اخرة اللي ما يشجعش؟ شكروا اخرة اللي يقعد يقول خسرتي يا حبيبتي خسرتي. تعالي اقفي هنا جنبي. ما تخافيش انا ماسكاكي. وتعالي دلوقتي نروح بسرعه نسمع حدوته حلوه قوي 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 من ماما سماح ونرجع تاني عشان تحرمي تقعدي تقولي اهلا باصحابنا في رحلتنا السعيده. واهلا باصحابي اللي معايا النهارده وحكايه جديده من حكايات ماما سماح. حكايتنا النهارده هنروح فيها المكان جميل كلنا بنحبه، كلنا بنستنى فصل الصيف عشان نروح له. عرفتوه؟ انا عارفه ان كلكم عرفتوه. النهارده قصتنا كلها بتدور في البحر. مين فينا ما بيحبش البحر؟ بس النهارده قصتنا مش عن ولاد بيعوموا في البحر ولا ناس قاعدين بيستمتعوا بالبحر، لا، قصتنا النهاردة عن سمكة عايشة في البحر. احنا عارفين يا أصحابي إن البحر فيه أسماك كتير، أشكال وألوان وأنواع. النهاردة بطلة قصتنا سمكة، بس سمكة مش أي سمكة، سمكة على شكل تعبان. سمكة التعبان كانت بتسأل سؤال غريب جداً لكل سمكة تقابلها، تقول لها إيه بقى؟ هو البحر لونه إيه؟ كل الأسماك تقول لها إيه السؤال الغريب ده؟ البحر لونه أزرق. في حد يسأل السؤال ده وهو عايش في البحر؟ تقول لهم طب ليه أنا شايفة البحر لونه رمادي؟ أنا عمري ما شفت البحر أزرق. يمشوا ويسبوها تعوم لحد ما توصل لهم وتقول لهم إيه؟ طب ممكن تصاحبوني؟ يعني أنتم مش عايزين ليه تكلموني ولا تصاحبوني؟ يقولوا لها إيه؟ اسمك اسم تعبان وشكلك شكل تعبان، إزاي نصاحبك وأنت تعبان؟ تقول لهم أنا سمكة زيكم أنا مش تعبان. مفيش فايدة، محدش فيهم خالص عايز يصاحبها خالص. تسكت السمكة وتقول يعني عشان اسمي؟ طب ما في قنديل البحر، قنديل البحر ده حاجة حلوة كويس. قنديل البحر يعني حاجة 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 لما بنشوفها بنعمل ايه؟ بنجري منها ونهرب. بس اسمه قنديل. القنديل ده المفروض انه حاجة بتنور، بس هو مش بينور، ده بيأذي. محدش عايز يقتنع بكلامها ابدا. عامت كتير وراحت اماكن كتير في البحر مفيش فايدة، دايما شايفة البحر لونه رمادي وعمرها ما شافت لونه أزرق. في يوم من الأيام وسمكة التعبان بتعوم بتعوم بتعوم، فجأة سمعت صوت بيقول إيه؟ البحر الرمادي ده عمري ما هلاقي فيه أبداً صديق ولا صاحب
يخليني كده مبسوطة وأنا قاعدة معاه. إيه ده؟ مين اللي بتقول الكلام ده؟ بصت وراها ولقت وردة. قالت لها أنت مين؟ قالت لها أنا وردة. قالت لها وردة ومش لاقي حد يصاحبك؟ قالت لها آه، لأن أنا سفنجة، كل الأسماك مش عايزة تصاحبني، بتقول إحنا ما نصاحبش سفنجة، نصاحب سمكة. تقول لها بس أنت شكلك وردة واسمك وردة. قالت لها طب وإيه يعني؟ قالت لها أصل أنا مش عايزين يصاحبوني عشان شكلي تعبان واسمي تعبان. أنت اسمك وردة وشكلك وردة وبرضه مش عايزين يصاحبوكي. قالت لها وشايفة البحر الرمادي؟ قالت لها أنا كمان شايفة البحر الرمادي. طب نعمل إيه في المشكلة بتاعتنا دي؟ نعمل إيه؟ وهم قاعدين يفكروا قابلهم الدولفين الطيب. الدولفين الطيب قال لهم أنا عندي حل لمشكلتكم. مدينة المرجان هي مدينة الأصدقاء. لو رحتوا مدينة المرجان كل واحد فيكم هيلاقي الصديق اللي بيدور عليه. بس خلي بالك مدينة المرجان يا سمكة التعبان الطريق ليها كله مليان بالأخطار، يعني طول ما أنت بتعوم هتلاقي أخطار كتير وهتلاقي حاجات كتير ممكن تخوفك. تفتكروا بقى سمكة التعبان تروح لمدينة المرجان؟ تروح ولا ما تروحش؟ تروح. احنا لو زي سمكة التعبان نروح على طول ولا نفكر ونقول لا بلاش الطريق خطر بلاش بقى نروح؟ نروح ولا ما نروحش؟ نفكر. ما نروحش ونفضل شايفين البحر الرمادي ولا نروح ويبقى عندنا الشجاعة؟ نروح ويبقى عندنا الشجاعة. طيب سمكة التعبان بسرعة قالت أنا هروح لمدينة المرجان. وردة قالت أنا عايزة أروح برضو بس الطريق طويل وأنا بتعب، أنا مش سمكة عشان أقدر أعوم زيكم، أنا ماليش زعانف. إحنا عارفين السمك ليه زعانف اللي هي بتبقى على جنب كده زي الـ الأجنحة في الطيور وليها ديل، ده اللي بيساعدها تعوم، لكن السفنجة ملهاش زعانف ولا ليها ديل، تقدر تعوم آه بس مسافات بسيطة. السفنجة قالت كان نفسي أروح فعلا مدينة المرجان بس يا خسارة مش هقدر أروح. تفتكروا سمكة التعبان تقول لها إيه؟ إيه؟ تقول لها إيه؟ إيه؟ تاخدها معاها ولا تقول ماليش دعوة بيها أنا معرفهاش؟ لا تاخدها معاها. تاخدها معاها؟ آه. فعلا سمكة التعبان قالت لوردة إيه رأيك تيجي معايا في الرحلة دي؟ وردة قالت لها أنا نفسي أروح بس أنا كده هعطلك، الطريق كله خطر، أنت لو خدتيني معاكي أنا مش هعرف أعوم زيك. قالت لها لأ أنا عايزاكي تطلعي فوقي تمسكي فيا قوي وأنا هعوم 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 وإنتي معايا. وردة الحقيقة ما كانتش مصدقة إن سمكة التعبان ممكن تفكر إنها تاخدها معايا في الرحلة، وكانت مبسوطة جدا إنها هتروح مدينة المرجان عشان تلاقي إيه؟ أصحاب. بدأوا الرحلة هما الاتنين يا أصحابي، وسمكة التعبان تعوم ووردة ماسكة فيها، سمكة التعبان تعوم والوردة ماسكة فيها. يوم اتنين وهما سوا في البحر وسمكة التعبان بتعوم، فجأة ايه ده؟ الدنيا ظلمة وعاصفة كبيرة قامت، وسمكة التعبان لقت حاجة بتتلف حواليها هي ووردة، دراع لحاجة في البحر ليها 8 أذرع. مين يعرف اسمها ايه؟ أنا. الأخطبوط. الأخطبوط. الأخطبوط ده حلو ولا وحش؟ وحش. الأخطبوط لف دراعه حواليهم وقال ايه؟ آه أنا أخيرا لقيت النهاردة الوجبة الشهية اللي هاكلها، هبدأ بسمكة التعبان وهحلي بالسفنجة وردة. يا خبر. وبعدين وردة قالت نزليني أرجوكي نزليني، أنت كده مش هتعرفي تتحركي، أنا كده فوقك أنت مش عارفة تتحركي. السمكة توافق إنها تسيب وردة وتكمل هي الرحلة لوحدها عشان تنقذ نفسها؟ لا. توافق؟ لا. سمكة الثعبان قالت لها زي ما بدأنا الرحلة سوا لازم نكملها سوا، إن شاء الله ربنا هينقذنا. فعلا يا أصدقائي فجأة موجة كبيرة اندفعت، والموجة لما اندفعت بسرعة مين اللي اتحرك وإيده اتهزت؟ الأخطبوط. اتحرك وبسرعة سمكة التعبان عملت إيه؟ جريت وهربت. ووردة معاها ماسكة فيها، وأول ما كده بقوا ورا صخرة كبيرة وردة نزلت جنب سمكة الثعبان وقالت لها ياه الحمد لله الحمد لله ربنا أنقذنا. قالت لها عارفة ربنا أنقذنا ليه؟ عشان إحنا الاتنين كنا مع بعض وتمسكنا ببعض، محدش فينا ساب التاني، عشان كده ربنا لقانا احنا الاثنين كويسين، حب كمان ان هو يعمل معانا خير ويخلينا نهرب من قبضة الأخطبوط.
فجأة سما بتصعبان قالت إيه ده؟ إيه ده؟ أنا مش مصدقة، أنا شايفة البحر لونه أزرق. أنا شايفة البحر لونه أزرق. والسفنجة قالت لها إيه ده؟ أنا كمان شايفة البحر لونه أزرق. طب ليه بقى هما الاتنين شافوا البحر لونه أزرق؟ عشان إيه؟ عشان بقوا إيه؟ أصحاب. بقوا أصحاب. هي إيه الصداقة؟ إيه يعني إيه أصحاب؟ أصحاب يعني بيحبوا بعض، بيساعدوا بعض، دايماً كل واحد عايز يشوف صديقه أحسن واحد، واللي بيتمناه لنفسه يتمناه لصاحبه ولغيره. هي دي الصداقة. الرحلة كلها كنا سوا، قسمنا الأكل سوا، واجهنا الخطر سوا، وتمسكنا ببعض وقت الخطر، فبقينا أصحاب. إحنا الاتنين خلاص مش محتاجين ندور على صديق، إحنا الاتنين بقينا أصحاب. في نفس اللحظة شفنا البحر لونه أزرق ولونه جميل جميل جميل. ياه، شوفوا بقى سمكة الثعبان حضنت الوردة كده وقالت لها خلاص من دلوقتي إحنا مش هنسيب بعض، هنبقى على طول مع بعض. ما يهمناش كلام الناس، ما يهمناش إن أنا بنقولوا عليا ثعبان وشكلي ثعبان. وردة قالت لها وأنا ما يهمنيش إن هم بيقولوا عليا سفنجة، أنا سفنجة وهفضل سفنجة، ربنا خلاني سفنجة وهفضل سفنجة، بس أهم حاجة إن أنا لقيت الصديق اللي بدور عليه. ايه رايكم بقى في قصتنا النهارده وحدوتتنا؟ حلوه حلوه. طب ايه اللي عجبنا فيها بقى؟ ايه اكتر حاجه عجبتنا في الحكايه بتاعتنا النهارده؟ ان هم وقفوا في ظهر بعض. ان هم وقفوا في ظهر بعض، حلوه قوي. ان هم ساعدوا بعض. ان هم ساعدوا بعض وما سابوش بعض. وما سابوش بعض، عشان كده هم الاثنين في نفس اللحظه شافوا البحر لونه ازرق. الصداقه يا اصحابي نعمه جميله ربنا اداها لنا، لازم نحافظ عليها، ولازم كمان أهم حاجة إن إحنا نعرف إزاي نختار أصحابنا، لأن الصاحب ده بيبقى جزء مننا، واللي بيشوف صاحبنا على طول بيعرف إحنا أخلاقنا عاملة إزاي وتصرفاتنا عاملة إزاي. فإزاي إحنا بنختار أصحابنا؟ نختار الصاحب اللي إيه الحاجة اللي تخلينا نصاحب حد؟ مؤدب. إنه مؤدب يكون كويس. يكون كويس ومحترم. ومحترم. كل الصفات الحلوة دي لما تبقى في صاحبنا هنحبه وهنفضل على طول أصحاب. دي كانت قصتنا النهاردة عن سمكة الثعبان والسفنجة وردة اللي عرفنا فيها حاجات كتيرة جداً، وأتمنى إنها تكون عجبتكم. أشوفكم بحكاية جديدة من حكايات ماما سماح. هنا بقى اللعبة الترابيزة، وأول لعبة معانا في لعبة الترابيزة هي لعبة المتاهة اللي احنا عاملينها بنفسنا. أحب أفكركم إن انتم ممكن تلعبوا اللعبة دي كلها في البيت على السفرة بتاعتكم، عادي جدا تجيبوا ترابيزة وميكانو وتعملوا المتاهة بتاعتكم ونلعب بقى للصبح. جاهزين؟ جاهزين. عارفين هتعملوا إيه؟ آه. هتحركوا الكوبايات كل واحد بالهواء اللي هيطلع من البالونة. انت الفريق الاصفر، حضرتك الفريق الاحمر. اول ما هو ريدي ستادي جو. هنشوف، تعالوا استنوا عشان ايه ما تتلخبطوش. هنشوف مين اللي هيدخل الكوبايه بتاعته ويطلعها من الناحيه الثانيه الاول. اوكي ريدي ستادي اند جو. لا من غير ما نمسك. ايوه من غير يا حلا ما نمسكها بالهواء. برافو 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 تيم. برافو يا تاي. برافو. نرجع من الاول تاني. يلا يا حلا بسرعه نرجع من الاول تاني. برافو يا تاي. برافو يا تاي. حلا ممكن هوا ابطأ شويه ممكن. يا برافو. اوعي تقع مني كده عشان ما ترجعيش من الاول. واصلا بقى اصلا بقى تيمو مركز بقى تركيز مش عادي مش عادي والله. برافو برافو. قرب يدخلها في البلوكه الثانيه، وده لو تعلمونا حدث قوي جدا. حلا اخيرا دخلت في البوكس الثاني، بس على مين؟ تيمو في بوابة المرحلة الثالثة ودخلها. دخلها يا ولد دخلها. لفت جاتوه لفت جاتوه. الله الله تشجيع عمال. الله حاولي تشوفي تكنيك الهواء. أيوة برافو. مش ممكن مش ممكن. تايم يا جماعة مركز تركيز مش عادي. وقربوا يوصلوا كوبايات بعض. إيه؟ الهواء يخش في بعضه يا جماعة. الهواء يخش في بعضه يا جماعة. برافو يا تيمو. برافو يا حلب. الهواء يخش. برافو. تغيير مسارات
مفهوم ليه؟ حالة دخلت المرحلة الثانية، برافو. ولكن هل حالة هتعرف توصل بسرعة ولا تيمو هيكسب؟ لأن حالة قربت تخش على المرحلة الثالثة اوريدي، الاثنين في نفس الحتة بالظبط. هل تيمو ولا حالة؟ تيمو فاضل له زقة ويطلع بره، ولو طلع بره هيكسب. بس المراحل دي مرحلة قوية، تيمو ابتدى ما يبقاش عارف يأثر. تيمو برافو تيمو، يلا نخش على اللعبة اللي بعدها. برافو طبعا مش ممكن على الدقة والتركيز، يلا نخش على اللعبة اللي بعدها على الترابيزة على طول. اللعبة التانية بقى لذيذة لذاذة مش عادية، هنحط الكور دي في الكوبايات دي ونشوف مين هيخلص كوباياته الأول. بس قبل ما نتكلم بقى، بما إننا معانا الأستاذ تيم والأستاذ مالك بقى، احكوا لي أنتوا البست فريندز بتوعكم اللي هم أصدقائكم المقربين يعني، بتختاروهم بناءً على إيه؟ نسمع تيم وطيب. يكون جدع. يكون جدع، جدع إزاي بقى؟ بيعمل إيه جدع دي؟ يعني لما أقول له سر ما يطلعوش بره. حلو ده قوي. مهم قوي موضوع السر ده. برافو. انت بتحب تقول اسرار كتير ولا ايه؟ طب بتقول اسرارك اكتر لاصحابك ولا للاسره، اهلك اختك؟ لا اكيد لاهلي. اهلك؟ اهلي يعني احنا هنهزر. ماشي قول لي انت بقى يا استاذ. انا نفسه، انا زيه. انت زيه بالظبط؟ يعني اللي بتقوله سر وما بيقولش عليه هو ده اللي بتصاحبه؟ بس اكيد في حاجات تانية بتحب تصاحب صحابك عشانها. لا مفيش، هو لازم يبقى جدع وكده وبيأتمن السر وبتاع. صفه مهمه قوي قوي. كل اصحابي جدع. كل اصحابك جدع؟ كلهم جدعين. بيعملوا ايه بقى الجدعان عندكم؟ بتحصل فيها ايه؟ يعني كل يوم في كلاس بيجيبوا اي حاجات كتير. ايه ده؟ ده شطاره بقى، دي مش جدعانه. ده جدعين مع نفسهم. ولا بيجيبوا اكل ولا بيجيبوا ايه؟ حاجات كتير. حاجات كتير، واضح ان هم بيجيبوا حاجات كتير وبيشاروها مع بعض. طب انتوا فاهمين هتعملوا ايه؟ يعني جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا ما نشوف بقى، هل استاذ مالك ولا الاستاذ تيم اللي هيكسبوا في اللعبه دي؟ ريدي، امسكوا الكور، ستادي، خليكوا جاهزين. اند لا، واحده واحده يا ملوكي، يلا اند جو. يلا الله، اول واحده، اول واحده عند الاستاذ تيم. الله، تاني واحده تيم النهار. اسم تيم عامل قلق النهار، اسم تيم عامل قلق النهار. تيم في الفريقين عامل شغل. ملوكه حط واحده، ملوكه حط واحده، ايه شاطر ملوكه. الله الله الله. وتيم حط واحده كمان، فاضل اثنين عند تيم. تيم عامل قلق في الحلقه دي، سواء تيم من الاسره دي او من الاسره دي. السر في اسم تيم. يلا يا ملوك، برافو ملوكي، شاطر قوي. يلا روح هات بسرعه، هات بسرعه. الله، ملوكه حط واحده كمان، استنى ما اشيلها لك. برافو 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 برافو. يلا يلا هنشوف هنشوف هنشوف. هيا بينا هيا بينا. برافو يا ملوكي. الله، يلا 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 يلا. فاضل ايه؟ الله 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 الله، فاضل واحده عند الاستاذ تيم، فاضل واحده. ومالك كانت هتخش يا ملوكي. ايوه يا ملوكي، برافو يا ملوكي. الله. انا بقول لكم السر في اسم تيم في الحلقه دي. تيم في الاسرتين عامل شغل عالي جدا جدا جدا، وشايلين معاهم اخواتهم يعني، فما تقلقش تيم خد حقك. كده هنروح للعبه الثالثه. جاهزين نلعب اللعبه الثالثه؟ جاهزين. يلا بينا على طول. طيب بما ان السر في تيم بقى، وتيم هنا كسب وتيم هنا كسب، قلنا نجيب تيم قدام تيم والبقاء للاقوى. كان مين تيمو ومين تيتو؟ انا تيتو. انت تيتو وانت تيمو؟ طب انتوا عارفين هتعملوا ايه؟ اللي هيوقف الازازه هتروح الكوره ناحيته، هنشوف الكوره هتوصل لناحيه مين الاول. هل انتوا جاهزين؟ جاهزين. طب يلا يا تيمو، تيمو الاول. يلا بسرعه بسرعه بسرعه. يلا يا تيمو، مفيش. يلا يا تيتو. الله مفيش. يلا يا تيمو. الله مفيش. يلا يا تيتو. الله، جت تيتو. اول تايم يجيب الكره ناحيته. يلا يا تايم الثاني. يلا يا تيمو. الله، يلا يا تيتو. الله 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 على تيتو وتركيزه. يلا يا تيمو. ايوه يا تيمو. الله، كانت هتقف. يلا يا تيتو. الله، ما وقفتش. يلا يا تيمو، كانت هتقف. تيتو كانت هتقف. يلا يا تيمو، اسرع بقى. يلا الله. لا تيتو. الله، فاضل لك زلطه وتطلع بره، فاضل لك زلطه وتطلع. ايه ده نظره الياس دي؟ مش عايزاك تياس. يلا يا تيمو. الله يا تيمو، شفت؟ مش قلتلك مش عايزاك تياس، الياس بيرجعنا لورا. ايوه يا تيتو. يلا يا تيمو، برافو يا تيمو. يلا يا تيتو. الله يا تيتو.
بيلعب على اعصابك بس. على مين على مين على مين على مين يا سيدي العارفين؟ الله يا تيمو، يلا يا تيتو، تركيز مش طبيعي. تيمو، تيتو، تيمو، بسرعه يا تيمو، تيتو. وها قد كسب هذا التيمو الرهيب. تعالى يا تيمو انت كمان، اتنين تيم بس تيم، ده اللي كسب في لعبه الترابيزه دي. تعالوا نشوف اللعبه اللي بعدها ايه على طول. برافو يا عم برافو، قطع الدنيا انت. جينا بقى لغايه اخر لعبه معانا على الترابيزه واخر لعبه معانا في الجزء الاول معانا النهارده. احنا عندنا الاستاذ مالك والاستاذه حلا، المفروض ان هم يبنوا بسرعه جدا 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 كاسل كده او برج يعني، وبعدين او هرم بمعنى اصح يعني وادق، وبعدين يلموه بسرعه جدا. بما ان احنا عندنا فرق في السرعات وفرق في السنين وفرق في الاطوال، فاحنا هنعملها واحد واحد علشان الاستاذ مالك ما يتوترش. موافق؟ ونشوف الستوب ووتش، نشوف مين بقى الوقت كان اسرع. اوكي انت جاهز؟ طيب انا هديك هنت واقول لك ان اول قاعده هرم بتتكون من 6 كوبس، 6 كوبايات. نعم. اوكي جاهز؟ يلا ريدي ستادي اند جو 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 يا تيمو جو. دول اتنين يا تيمو، دول اتنين. دول اتنين يا مالك قصدي. اه مالك. ايوه انا اسفه معلش، ما انا خدت بالي ان اخوك هو اللي تيم. يلا انا اسف مالك. الله الله الله، يلا بقى اسرع اسرع عشان لازم تبقى اسرع، لازم تبقى اسرع كده. كام هم؟ 6 اهم. حلوين قوي حلوين قوي، يلا ماشي. ايوه معلش لازم توقفها، وقفها صح، برافو كده. داخلين على 24 او 25 ثانيه، 25 ثانيه. هل يا ترى حالة لما تيجي تلعب هتبقى بتعدي الوقت اللي احنا محققينه لغايه دلوقتي؟ لغايه دلوقتي وقت ظريف جدا. يلا دخلنا على 40 ثانيه، برافو برافو. بسرعه يا ملوكي، بسرعه يا ملوكي، السرعه مطلوبه في اللعبه دي عشان لازم تبقى اسرع من حالة. وقعت، يلا يلا بنيها بنيها، لازم تبنيها، لازم تبنيها صح، لازم تبنيها صح، برافو. دخلنا على مش حلو كده، مش حلو كده، داخلين على دقيقة، دقيقة، دقيقة يا ولاد، دقيقة يا ولاد، دقيقة يا ولاد. يلا ها أعمل إيه هنا؟ أساعدك إيه أكتر من كده؟ يلا برافو يا ملوكي، والله برافو، شطارة. أيوه أيوه يلا، فاضل فاضل إن إحنا نخلص الهرم و نبقى بنعمل ايه بقى؟ ايوه هنا وهنا كمان. تصدق في كوبايه من جوه كوبايه ولا ايه؟ اهي جوه كوبايه، جوه كوبايه، بسرعه. يا مالك بسرعه، يا مالك بسرعه، يا ملوكي يلا يا ملوكي كده، بقت دقيقه ونص يا ملوكي، دقيقه ونص يا ملوكي. يلا انا هساعدك، انا ساعدينا. طب يا حلا روح الرياضيه ايه؟ ماشي دقيقه 47، مش ممكن. يلا قربنا نخلص قوي، اخر واحده في الهرم، برافو. يلا لموهم بسرعه، لموهم بسرعه، لموهم بسرعه يا ملوكي، لموه. ايوه شطاره شطاره، بسرعه بسرعه، يا ماشي ماشي ماشي، يلا لموه لموه، يلا هم اهم لموهم لموهم، يلا برافو يا مالك، والله برافو. صحيح دخلنا على دقيقتين بس، برافو، دقيقتين و10 ثواني بس، ماشي. ايوه بقى يلا يلا بقى، عايزين سرعه، معلش معلش، عايزين سرعه في يلا اهو اهي اهي، دقيقتين و17 ثانية، أما نشوف حلولة هتعمل إيه. جاهزة يا حلا؟ يلا أنت مش محتاجة بقى إيه الكلام ده. تعالي ونبتدي، يلا استني بقى عشان نظبط الستوب ووتش. جاهزة يا حلا؟ ماشي. إحنا كنا هنا كام؟ دقيقتين 17، أما نشوف هتعرفي تعملي أسرع من كده ولا تعدي الوقت ده. يلا ريدي ستادي آند جو. الله الله على الدقة والتركيز، الله على الدقة والتركيز، الله على الدقة والتركيز. تفتكر هتكسب ولا ايه؟ لا ما نشوف، ادينا قاعدين مع بعض. الله عدينا، لازقين في بعض ودي مشكله بتحصل. هل يا ترى عدينا ال 20 ثانيه؟ بالفعل عدينا اوريدي ال 20 ثانيه، وداخلين على ال 25 اوريدي. الله، احلى حاجه في حلا التركيز والدقه، ملهاش دعوه باللي انا بقوله. اعمل لها كده، اعمل لها كده، اعمل لها كده، مفيش، مش ممكن التوازن، مش ممكن يا جماعه، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن يا جماعه. الله لا 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 حاسبي، لا 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 حاسبي بقى، دي بقى حاسبي. الله ها ها ها، لا لا لا، ايه ده بقى؟ ايه هتخميني؟ ايوه يلا بقى بسرعه، يلا
دخلنا على الدقيقة، دخلنا على الدقيقة وده مش في صالحنا. الله 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 مش هساعدك. أيوة أنت طويلة. الله 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 دقيقة و خمس ثواني وكده تبقى حالة اللي كذبت. بس ملوكة برضو كان شاطر جدا 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 بكده يا جماعة. أيوة شطورة بكده. نبقى وصلنا لغاية نهاية الجزء الأول من رحلتنا، بس استنونا بكرة بألعاب تانية وتحديات تانية مع نفس الكتاكيت الحلوين دول ورحلة سعيدة.